وصلت الظبي لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. شوطنا السادس ينطلق والزميل مسعود الحريري. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا المسائية، نشاهد وإياكم هذا الشوط ونتابع هذا الاندفاع في هذه اللحظات، نتابع هذه الأسماء المنطلقة ونشاهد وإياكم اندفاعة شوطنا السادس وسيارة نقدية مقدمة للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط ونشاهد هنا الاندفاع في المقدمة والصدارة. نتابع المراكز الأولى وأول المراكز، مبلش مبلش يا سلام، هذا هو مبلش راشد بن محمد بن حمد الدعية، يا سلام، هنا مع المركز الأول مع المقدمة ومع الصدارة. بينما النقل على المركز الثاني، نشوف المركز الثاني الغزال عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك على المركز الثاني مقدما لنا الغزال. المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، هذا هو مغطي مغطي لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الملك. هنا في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع، نشوف اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات، هناك اللي قادم الحذر فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين على المركز الرابع منطلقا في هذه اللحظات. المركز الخامس، نشوف هناك ناصر لقاسيم دافود اللي على المركز الخامس، هنا ناصر على خامس المراكز في هذه اللحظات. تابعنا وياكم الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة، نتابع هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء المنطلقة في هذا المساء الجميل. سيارة نقدية مقدمة للفائز بالمركز الأول، ونتابع الستة كيلومترات المتبقية هنا في هذه اللحظات. نشاهد المقدمة هناك مع الغزال، الغزال مع بن عبد الملك، يا سلام يا سلام، مندفعا مع المركز الأول مع عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك هنا في هذه اللحظات في مقدمة الشوط وبالمركز الأول وبمتابعة خليفة بن عبد الرحمن، يا سلام، هنا في هذه اللحظات باندفاعة الغزال مع المقدمة ومع المركز الأول في صدارة هذا الشوط. يقدم لنا عروضه مع المركز الأول الغزال، بينما النقلة على مبلش على المركز الثاني راشد بن محمد بن حمد الدعية قادم مع مبلش بإنجازاته على المركز الثاني مقدما لنا أداءه في ثاني المراكز. المركز الثالث، شوف اللي تسلل الحذر فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع، هذا هو مغطي على المركز الرابع لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك هنا مع المركز الرابع بإنجازاته وسجله الحافل مع رابع المراكز. يقدم لنا هنا مغطي مغطي، بينما المركز الخامس اللي بدأ يتسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات وينطلق ركن لمحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، يا سلام، مع المركز الخامس غير الى رابع المراكز. هذه النتيجة، الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز الاولى، خمسة كيلومترات متبقية. نشاهد واياكم هذا الاندفاع، ولكن شوفوا اللي غير، شوفوا الحذر بدأ يتسلل على المقدمة، بدأ يغير على المقدمة على المركز الأول على الصدارة هنا في هذه اللحظات لفهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين على المركز الأول على المقدمة نشاهده. ولكن شوفوا اللي تسلل بن عسيكر، بن عسيكر بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الأول على المقدمة مع ركن ركن لمحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، يا سلام، على هذا الأداء والاندفاع مع المقدمة بن عسيكر هنا مع المركز الأول
ومع الصدارة بينما النقل على المركز الثاني. نشوف اللي على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات مبلش راشد بن محمد بن محمد الدعية على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف القدوم من الحذر فهد بن سعيد بن محمد البو سعيد الخيارين. المركز الرابع الغزال، الغزال مع مالكة هنا في هذه اللحظات مع عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك مغطي لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك على المركز الخامس دافع باسمين في هذا الشوط. نشاهد وإياكم ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى تحدي الإثارة. يا سلام على المركز الأول. نشوف ركن، ركن مع انتصاف المسافة، انتصفت المسافة يا ركن يا ابن عسيكر. هنا في هذه اللحظات يندفع وينطلق لمحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري على المركز الأول على المقدمة مندفعا بهذا الشعار بشعار ابن عسيكر على المركز الأول. المركز الثاني الحذر فهد بن سعيد بن محمد البو سعيد الخيارين على المركز الثاني مندفعا ومنطلقا بهذا الأداء مع ثاني المراكز. المركز الثالث مبلش راشد بن محمد بن حمد الدعية على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات مندفعا هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع الغزال، الغزال مع بن عبد الملك عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. المركز الخامس مغطي على المركز الخامس لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة نتابع وإياكم هذا الاندفاع مع قباننا على بوابة العبور، بوابة الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط. نشاهد وإياكم هذا الشوط واندفاعته هنا مع هذه الأسماء مع ركن ومع الحذر. يا السلام، وهناك أيضا مبلش ومغطي هنا أسماء لها ثقلها في الميدان. نتابع هناك ناصر قادم باسم قاسيم دافود هناك مع المركز الخامس بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات، ولكن بنعود إلى الصدارة، إلى الصدارة، إلى ركن اللي على المركز الأول على المقدمة. ركن، ركن على الصدارة. الله يا هذا الشوط، شاهد وتابع هنا ركن مع المركز الأول مع المقدمة. محمد بن سالم بن عسيكر المري مع المقدمة هنا في هذه اللحظات، بينما هنا الحذر قادم بشعار البو سعيد الخيارين، قادم الحذر هنا مع فهد بن سعيد البو سعيد الخيارين منطلقا مع المركز الثاني. المركز الثالث مغطي، مغطي قادم مع المركز الثالث بشعار بن عبد الملك وبسجله الحافل على المركز الثالث. نشاهد في هذه اللحظات بينما المركز الرابع مبلش، مبلش الدعية هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس نشوف هناك ناصر، ناصر قادم مع قاسيم دافود على المركز الخامس. شوفوا الاسم اللي وصل في هذه اللحظات، النصر لمحمد بن بطي بن مبارك المنصوري. لكن بنعود الى الركن اللي في المقدمة اللي في صدارة هذا الشوط، عينه على الفوز والانتصار المسائي هنا في هذه اللحظات. نتابع واياكم ركن، ركن على المركز الاول على المقدمة، ركن بشعار محمد بن سالم بن عسيكر المري. المركز الثاني نشوف الحذر، الحذر قادم مع المركز الثاني فهد بن سعيد بن محمد البو سعيد الخيارين على المركز الثاني منطلقا مع ثاني المراكز. المركز الثالث نشوف مغطي، مغطي وصل مع المركز الثالث باندفاعه في هذه اللحظات مع ايضا مالكه عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك مع المركز الثالث. المركز الرابع النصر محمد بن بطيب محمد المنصوري على المركز الرابع.
نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس. نشوف هناك ناصر لقاسيم دافود، لكن بنعود الى الصداره الى القمه الى الاثاره. ركن يا ركن على المركز الاول، ركن على المقدمه، ولكن مغطي قادم مع بن عبد الملك على المركز الثاني. الله، ال 1500 متر الختاميه، يا سلام. هنا نشاهد ونتابع واياكم ركن على المركز الاول بشعار ابن عساكر، مغطي على المركز الثاني، شعار المنصوري قادم هناك مع النصر، قادم مع المركز الثالث المركز الرابع. نرى شعار بن دري هنا قادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. هنا في هذه الانطلاقة نشاهد هناك مروض لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. الله يا هذا الشوط، تابعوا وشاهدوا هنا القدوم المركز الخامس. هناك وصول مع حبشان حمدان بن محمد بن راشد الاكتبي هنا بن غدير، لكن نعود إلى الركن على المقدمة، الركن على الصدارة، الركن على المقدمة. يا سلام الله، يا الركن. ولكن نتابع وإياكم في هذه اللحظات. هنا اللي غير النصر قادم ومغطي بن عبد الملك مع مغطي على المركز الثاني. مروض قادم لبن دري الفلاحي، والأمتار الأخيرة. الله، النصر مروض مغطي الأمتار الأخيرة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات، نشاهد وإياكم هنا المقدمة مع النصر، محمد بن بطي بن مبارك المنصوري مع المركز الأول مع المقدمة. مروض، يا سلام يا الجريء سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. هنا تهانينا يا راعي مروض. الله، سلام إلى زاخر. تهانينا يا سعيد يا بن دري يا الفلاحي، تهانينا يا شاعر القمة. سلام والتحية والاحترام مع فوز هنا مروض لسعيد بن دري الفلاحي المركز الثاني. هنا وصلنا اللي هو النصر لمحمد بن بطي بن مبارك المنصوري المركز الثالث، مغطي لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك المركز الرابع. وصل الصامل لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المركز الخامس حبشان حمدان بن محمد بن راشد الاكتبي. هذه نتيجة هذا الشوط، وكان هنا مروض من انتزع الناموس، من انتزع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ساعة وصول مروض إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، 12 دقيقة 50 ثانية 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مروض سعيد بن دري الفلاحي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار في هذا المساء الجميل. المركز الثاني وصل النصر، 12 دقيقة 54 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لمالك النصر محمد بن بطي بن مبارك المنصوري المركز الثالث، وصل مغطي 12 دقيقة 55 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك، تهانينا والناموس.